الفنانة لطيفة التونسية ألبومها الجديد أتحتى. الألبوم يمثل تجربة جديدة في مسيرة لطيفة الفنية، حيث أنه يحمل بمعظمه توقيعا خليجيا، وتعاونت فيه مع مجموعة من الشعراء والملحنين القطريين. أما اللقاء فشهد مشاركة صحفية عربية كبيرة. تفاصيل أكثر عن ألبوم لطيفة وأجواء الحفل نتابعها في هذا التقرير. مش بس باغنياتك بدك تعملي وحده عربيه، انما بالمؤتمر الصحفي كان مميز لانه عملتي وحده اعلاميه عربيه. شوف انا سعيده جدا اليوم وفرحانه برشا بكل الحضور، وحب اشكر كل الاعلاميين والاعلاميات اللي حضروا، واشكر كمان اللي جاوا مخصوص من الكويت ومن السعوديه ومن الاردن ومن قطر ومن مصر ومن المغرب ومن تونس. بجد يعني هوني حبيت اشكر بجد الحق يتقال القائمين على شركة بلاتينيوم، لأنه بجد هم اللي حضروا هالحفل الكبير. واجب كل فنان أنه يغني بكل اللهجات. عماد يعني شوف ما أحلى هالتجارب اللي صارت هيك فيها يعني في كومبينيشن بين كل الفنانين والجمهور. شوف حسين مثلا لما طلع على قرطاج وغنى تونسي، أحلام قبله، أنا غني خليجي، صابر يغني خليجي ونغني ولبناني، عرفت؟ واجبنا هذا، لازم لازم لازم. هلا مش مطلوب منا نغنيه بالضبط بيرفكت بالضبط، ما فيش ولا غلطه في اللهجه، لا، مطلوب بالعكس انه يكون في نكهه جديده. يعني زي ما قلت لك انا، يعني حلاوه خوليو جليسياس لما غنى بالاسبانيول وبالفرنسي وبالهذا، انه عندك اللهجه الحلوه. يعني هو عامل جيب الصدفه في الاول، يعني ما كانش مرتب لي خالص. تأملنا في الاستوديو، كان يعتبر خلاص بتقفل ألبومها، كنت أنا بسجل أغنية تانية أنا والملحن حسن حامد، فسمعت شغلي فالحمد لله عجبها، وبدأنا أغنية واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة. طلع مملوح وأتحدى هيد الألبوم وحلفتكم وأني أنني في الألبوم، وفي أغاني تانية دي جديدة لسه خلصت بس ما نزلتش في الألبوم، هتنزل قريب إن شاء الله بس شوية كده. من تتحدى في لطيفة في هذا العمل؟ أتحدى نفسي اني اقدم شيء يرضي الجمهور. رده فعل الجمهور كانت كثير طيبه، الكل كان يشكر، الكل كان مفاجئ ان لطيفه قدرت تادي اللون الخليجي باقتدار، فهذا الحمد لله. يعني هذه اهم شيء. مين بتتحدى لطيفه؟ اتحدى ذاتي حتى اقدر اتقدم، او اقدر اقدم حاجات اهم واحلى بالنسبه لي ترضي غروري الفنيه. الفنان بيخوض تجارب ومغامرات ممكن يربح فيها وممكن ما يتوفق، بس لطيفه لحد هلا توفقت بكل التجارب اللي عملتها لما غنت كل الالوان. وانا اليوم سمعت العمل بالمكتب قبل ما اجي، ولو ما حبيته ما بجي. وتذكر كلامي انه الاغنيه الخليجيه سيطرت على الاغنيه العربيه، لانه شعراء بيحترموا حالهم وملحنين بيحترموا حالهم ومنهم تجار، والفنان بيقعد على اغنيته وقت طويل ليطلعها، وبتسمع اغنيه لها قيمه ولها معنى. وانا صرت بسمع خليجي اكثر ما بسمع مصري ولبناني، فصحتين على قلبهم اللبنانيه والمصريه اللي عم بيطقوا حنك مش عم بيعملوا عمل حلو. ست لطيفه بجد احنا سعيدين باقتحامك مجال الاغنيه الخليجيه والقطريه، وتجربه بصراحه يعني جديره بالاحترام، وبرافو عليكي. متاخره لكن ان تصل خير من ان لا تاتي، يعني برافو عليكي، ربنا يوفقك. وباسم الوسط الفني والاعلامي في قطر وفي الخليج العربي نرحب فيك في عالم الاغنيه الخليجيه. العمل بايدك، لمين بتهدي؟ هلا لمين اللي مش ممكن اقول لك عليه هديته خلاص وسمعوا. لكن نهديه لجمهوري كله من محيط الخليج، واسمح لي اهديه لامي زاده، امي حبيبتي، لانه امي حبت التجربه جدا. يعني بالنهايه ما بدنا نتمنى الا كل الانتشار لعمل اتحدى الجديد، وهو بكوره اعمال السيده لطيفه كعمل خليجي كامل، ومثل ما شايفين انه الاصداء ايجابيه لحد الان، ونتمنى انه كل واحد منكم يتحدى نفسه بالحياه الى ان يصل الى النجاح. كان معكم عماد هواري، روتانا بيروت. We'll be right back.